السلام عليكم. صح شريف بيتكم، حبيت نجاوبك اللي بي عايش في كندا اللي ولي في لسانه وبوا سايم. هذه كانت نسألوا طفل صغير نحن عنا في تونس، قولوا له يا بابا سايم اليوم أمريكا، يولي لسانه هذيك اللي مخه ضايع، معناتها فهمتوش شنو يخمم. انا وزيد تجبد في تونس، نتاع شنو انت تجبد في تونس؟ وري فيا على الخريطه تونس اللي هي لكشة، تنجم تجي مساحه نتاع تبت ارض قدام باب دارك باش يلعبوا فيها شنيتي نتاعك. به حب نقول لك المساحه نتاع تونس صحيح صغير على ليبيا، اما قداش تعد تونس على ليبيا؟ 12 مليون تعداد سكني. وانتوما برسمك الكبرى ذاك الكل قداش تعدوا؟ 4 5 مليون في بالك؟ 4 5 مليون وين يخدموا عنا في تونس؟ يا في بومندير يا في البرماليوم، راهو أربعة نتاعو الشعب كامل انتوما كليبي تخدموا في البرماليوم ولا في سوق بومندير راهو. باهي نحب نزيدو زيادة، راح يحكي على الثورة التونسية كيفاش معناتها قامت على برويطة وعلى الفقر، وانتوما لاباس عليكم ونحنا فقراء. ساعة مش عيب الفقر، أسيد الخلق اللي باش يشفع فينا نهار آخر وفيكم فقير، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونزيد نجاوبو على حكاية أخرى، قال معناتها يجبد على زين العابدين وعلى كيفاش نحنا حاطين رجل كبير يحكم فينا. يا أخي عيب واحد رجل كبير يحكم فينا؟ أخي هما شياب راهنوا على الشباب اللي نحنا معناتها قمنا بالثورة، ونحنا توا مراهنين على الشياب باش هما يشدوا الكراسي الكبار. مش نعطيه كرسي أنا قدام باب دار وسقيه على الرمل وعلى البحر باش يقعد، ولا كرسي في كار كما تحكي أنت. نحن مازلنا نمشيو بكالوغة الرجل الكبير هو اللي يحكم في بلادنا ولا في حومتنا ولا في دارنا. نتاع شنو انت تجبد في السبسي؟ في بالك السبسي انت معناتها يذكرني ببورقيبة، وبورقيبة تنسيت شنو اللي عمل فيكم؟ ها تتذكر ولا ليه؟ وقت انتوما هكا نغريتوا شوية حسيتوا روحكم قويين شوية بطرف سلاح ما يخدمش، حبيتوا تظلموا على تونس. وقت يوصل حملكم شوية حليقم ميزابيت نتاع ماء شوية بيشان على الأشرطة الحدودية المشتركة بيننا وبينكم، ها ومشيتوا انتوما بعثتوا شوية جواسيس شعنا وما عندناش سلاح، ها زادوا خوفوكم قالكم الحلف الأطلسي راه واقف مع تونس، هزيتوا روحكم وهربتوا. ها تحكي على تونس؟ ها زيد نذكرك بحاجات أخرى اللي وصلنا، علمناكم اللبس وعلمناكم كيفاش تحكيه وعلمناكم كيفاش تشربوا كعبة الياغورت، كعبة الياغورت اللي حديناكم عليها من هنا تفتح. في بالك فما قضية توا مشهورة في سوسة توا مشهورة، اللي عندنا واحد قضية تحايل على واحد ليبي بيع له رل على أساس هو ديناصور، والديناصور بثلاثة مليارات. تحكيه وشنو اللي مثقفين كيفية فسر هيلي هذي؟ تجبد في واحد ولد بلادي هذاك من سوسة قدر طول بوغوس ونظيف وأشب منك، لابس ديجا مرايات كاري، انت مازلت تلبس مرايات نتاع عمر المختار وخاضرة، درابوكم اخضر، كتابكم اخضر، كالسونك اخضر، مالو الخلعة اخضر، إلا ما تبيع باش تقعدوا عايشين بالكولير هذايا يا ودي، فيقوا على حياتكم شوية يا ودي. تجبد نزيل عابدين يا خويا، حتى كان عمل وعمل نحنا جربها صغير، نحنا خويا شعب نحبوا بعضنا، نحنا عريت حتى شيمينية في الدار، كنحطوا كعبة حوت باش تخرج شوية دخانة، تخرج قلوب. شعب نحبوا بعضنا ما تعيشوش بعضنا. انت بتاع شنو باش تجبدني انت رئيسي السابق؟ فما محكمة قضائية تتحاسب وربي معاها، هو مش كيف رئيسكم انتوما قد ما عملوا فيكم الباهي، عندكم عايدات النفط نتاعكم والغاز سنويا يعطي فيكم معناتها في مصروف، والمحل ساكنه والماء بلاش والذو بلاش. انت شنو عامل لي ثورة انت برسمك؟ فسرها لي هذه شنو انت الحب نفهم انا الحكاية هذه كيفاش؟ انا عملناها من الفقر صحيح من الفقر، اما رجال انفع مش كيفكم انتوما راه. وسيتش روحك علاش نحنا نعدوا 12 مليون على 4 ملايين؟ خاطر توا انتوما ما كومش فاهمين المعاشرة الزوجية راهي من قدام مش من تالي باش تجيب صغير. نعاودها لك، انت ماشي في بالك معاشرة من تالي باش تجيب صغير يا ودي، فيق باهي ما عادش يجبد التوانسة راهو. ريت هذه تونس ماهيش تركي، تونس راكم انتوما مازلتوا ماكمش مميزين ما بين الدربوات العالم الكل، فهمتني؟ ولذا شد قدرك خير، ما عادش تجبد الرجال الكبار اللي هو رئيسنا ورئيس الدولة، والكرسي اللي تحكي عليه هذاك كرسي الدولة ونحن عطيناه بخاطرنا. باهي ورد بالك على روحك، هاي.